يعطيكم العافية شباب. الصوت واضح يا شباب؟ واضح. اوكي زكريا عندي، اوكي. وفي عندي زكريا طالع لك اكونتين عندي دائما بيطلع لي. بدخل من الحاسوب والتليفون دكتور انا. يعني شغال بس عشان اتاكد انا اعرف يكون حدا لا ثاني. حاسوب عشان اشوف اوكي ما في الباور مشكله، ما في مشكله. صالح بوينت. نعم يا دكتور. موجود يا صالح، اول واحد صالح. في عمر زيد، سلام دكتور. عمر زيد وزكريا، وعندك تالا كمان، وفي عندنا عبادة. عادة انتوا عادة اول ناس بتفوتوا واول ناس بتكونوا دائما معي. عبادة وتالا وصالح وزكريا وعمر. اوكي طيب، اليوم زي ما حكينا نبدا شابتر جديد. خليني بس اشير لكم اياه الباوربوينت تبعه، اللي هو زي ما انتم شايفين ظهر قدامكم، اللي هو الشابتر رقم 3 الجزء الاول منه، اللي هو بيتكلم عن الاجاي سوفت وير ديفلوبمنت. اوكي شابتر المين ايديا او التوبكس اللي بدنا نغطيهم في هذا الشابتر، اول شيء بنتكلم عن الاجاي ميثود، بعدين بدنا نقارن ما بين البلان دريفن اللي حكينا عنه في شابتر رقم 2 مع الاجاي ديفلوبمنت، بعدين بدنا نتكلم عن شيء بسموه الاكستريم بروجرامينج او بسموه اكس بي، بعدين الاجايا بروجكت مانجمنت والسكيلينج اجايا ميثود. نبدا اول شيء، شو هو الاجايا ميثود؟ الاجايا ميثود بتعامل او بيقوم على فكره رئيسيه اللي هي بسموها الرابيد سوفت وير ديفلوبمنت. شو الرابيد؟ الرابيد ديفلوبمنت اند ديليفري از ناو اوفن ذا موست امبورتنت ريكويرمنت فور ذيس سيستم. هلا مفهوم الرابيد ديفلوبمنت هل حاليا يفضل في جميع الريكويرمنت وبناء الانظمه. الرابط جاي من مفهوم تطوير البرنامج ديفلوبمنت له بيكون بشكل سريع، لاحظ وهو من اهم، لاحظ بزنس اوبريشن ان ذا فاست. ليش؟ لانه عاده البزنس الانظمه مال الانظمه فيها فاست تشينج ريكويرمنت، يعني الريكويرمنت تبعت الانظمه دائما بتتغير متسارعه، فبالتالي انت اذا بدك والله تبني نظام تيجي والله تعطيني الريكويرمنت اليوم وتيجي بعد 6 اشهر تطلب اعطيك النظام، طب ما هو من اليوم لست اشهر في ممكن ريكويرمنت كثير تتغير، مزبوط؟ يعني اذا بتلاحظ خلينا نحكي مثلا بشكل مثلا على التعليم العالي، القوانين بتتغير بسرعه ايام، صح؟ هلا اذا انا بدي اروح ابني النظام تبعي بما يتناسب مع التعليمات التعليم العالي واقعد بعد سنه اجي اسلمك النظام، اساسا متطلبات النظام خلال حاليا في الحياه العمليه عندنا المتطلبات بتتغير بسرعه، فبالتالي ما بتحمل انه والله اجي ابني نظام اعطيه ريكويرمنت هلا واستنى بعد مرور والله سنه ولا 6 اشهر واسلمه البروجكت. اكيد 100% حيكون في تغيير في الريكويرمنت. تلاحظ انت بعد ما تيجي تصمم النظام وتخلص تيجي تسلمه يقول لك والله الريكويرمنت صار عليه تغيير، كان ياخذ المعدل مثلا 70 صار ياخذ معدل 60، روح غير لي اياه، غير البوليسي في النظام و و. فهذا لاحظ هذه التغييرات او سرعه تغيير الريكويرمنت ساعد انه صار يعني في الوقت الحالي مطلوب مفهوم اللي هو الربط، اللي هو اللي مبني عليه مفهوم اللي هو الاجايا ميثود. واضحه الفكره؟ عشان هيك لاحظ particular impossible to produce a set of suitable software requirement. Software has to be evolve quick. لاحظ لازم تقييمه سريع to reflect changing business need. يعني دائما تاخذ شويه متطلبات بتبني، لازم تبني النظام بشكل سريع، لازم تاخذ evaluate تقييم منه تتاكد ان هي بتعكس متطلبات النظام. هلا مش شرط انك انت ما بنيت صار تغيير في الريكويرمنت تبعت البزنس، فبالتالي بترتب عليه انه لازم سرعه التغيير في التصميم. عشان هيك لاحظ رابيد سوفت وير ديفلوبمنت، لاحظ عمليه السبيسيفيكيشن ديزاين اند امبلمنتيشن ار انترليفد. شو معنى انترليفد؟ متداخله.
شو معنى متداخلة؟ معناها انه ما مش جاي الابروش السابقة، والله باجي بسوي requirement بعد ما بخلص بروح بسوي design بعدين بروح بسوي implementation. لا، هون في الرابط software او الاجهزة software مفهومه انه بيسوي بياخذ السبيسيفيكيشن ريكويرمنت بيسوي ديزاين امبلمنتيشن بصير تعديل برجع بيسوي سبيسيفيكيشن ديزاين برجع للديزاين وهكذا، عشان هيك بسموهم متداخلات انترليفت. السيستم از ديفلوبر از سيريز، كمان الربط سوفت وير اللي هو مبني عليه الاجايا هو بيجي من السيستم، ما باجي بسلم السيستم مره واحده، لا هو بيسلم سيريز اور فيرجن، يعني فيرجن منه، يعني باجي بعطيك الفيرجن الاولى بتشوفها تعطيني الفيدباك برجع بسوي فيرجن بغير، برجع على السبيسيفيكيشن على الديزاين على الامبلمنتيشن برجع بغير، لانه الستيك هولدر او اصحاب النظام او الشركه او البزنس لاحظ بكونوا انفولف معك، لانه كل فيرجن بتورجيهم اياه بيعطيه تقييم عليه بشوف شو المتغيرات او التعديلات، وبالتالي شو بيصير بتغير ايش في التصميم، فبيعطي فيرجن اخر او سيري رقم 1 سيري رقم 2 بيرجع نفس الشيء بيقيمه وهكذا. كمان اليوزر انترفيس ار غالبا ديفلوبمنت يوز، يعني هون ركزوا كمان على الانترفيس، استخدم مفهوم الجرافيكال في سم تولز كمان في الانترفيس. اذا الميزات الرئيسيه في الرابط سوفت وير، اول شيء تطوير البرنامج بشكل سريع، اثنين عمليات السبيسيفيكيشن والديزاين والامبلمنتيشن متداخلات، بيكون منه اكثر من سيريا او اكثر من فيرجن، ركز كمان على الانترفيس واستخدم مفهوم الجرافيكال انترفيس والاي دي اي ومجموعه من التولز عشان يطلع الشكل بشكل جيد. هذا مفهوم الرابط سوفت وير اللي مبني عليه اللي هو الاجايا ميثود. واضح الامور شباب؟ واضح الفكره؟ لاحظوا في الاجايا ميثود، لاحظ اذا بتلاحظوا في ما بين الاعوام في لما كانوا يصمموا في السوفت وير ما بين 1998 كان يركزوا كثير، لاحظ كان يركز على الكودينج وياخذ ويكون الجزء الاكبر منه، لاحظ فوكي كان يصير فوكس اون ذا كود راذر ذان ذا ديزاين، يعني لما المشروع مثلا بده يكلف مثلا 100,000 كان يركزوا على يعني نقول 70-80% من الكوست كان عمين على الكودينج وكان جزء بسيط من الديزاين، اوكي. اما في لاحظ الهدف الرئيسي في الاجايا ميثود ريديوس، لاحظ كمان نقطه كثير مهمه الاوفر هيد ان ذا سوفت وير بروسيس، مثلا الدوكيومنتيشن الكودينج، لاحظ كان في تكاليف عاليه فصار عمليه ايش reduce إلها to able to respond quickly to change requirement without excessive إيش rework. هلا أنت أعطاك متطلبات، روح سويت فيه بsoftware بنيت النظام ورجيته قالوا لك عدل عليه، هلا لما بيكون النظام في بدايته مش يختلف لما تيجي تسلم النظام في النهاية بعد مرور 6 أشهر أو سنة وتسلم النظام، أي تعديل بيكون مكلف، فأنا بدي أسوي reduce لهذا الكلام كله متى؟ يعني بستخدم مفهوم الاجاي، ليش؟ باخذ شويه سبيسيفيكيشن ببني بسوي ديزاين بسوي امبلمنتيشن بعرض على الستيك هولدر، اذا في تغييرات تشينج في الريكويرمنت بتكون كوست او كتكلفه بتكون اقل من لما استنى النظام كله لما يكتمل كامل واجي اعرض عليه ويعطيني، في هاي الحاله التكاليف بتكون عاليه. اذا واضح؟ اذا كمان من المهام الرئيسية اللي هي الريديوس الأوفر هيد تبعت السوفت وير بروسيس. لاحظ هون ركز على ديفلوبمنت السوفت وير during the helping other to do through his work will have come value. اوكي. طيب النقطة، لاحظ بعض المبادئ أو البرنسبل في الجايا ميثود، لاحظ في الكاستمر انفولفمنت، incremental delivery, people not process, embrace change, maintenance simplicity. هذه بعض الكاستمر انفولف، وهذا فعلا
كاستمر شود بي ايش كلوز انفولف، لانه بياخذوا هاي الريكويرمنت بتطلع عليها لما بسوي من نظام الجزء الاول بشوفها بيعطيني فيدباك، فلاحظ انه انفولف هاي العمليه. الانكريمنتال زي ما حكينا قبل شوي، لانه احنا نطلع ريليس وان ناخذ مجموعه من الريكويرمنت البسيطه وبنطور عليها، بعدين ناخذ مجموعه ثانيه من الريكويرمنت او السبيسيفيكيشن بنزيد عليها وهكذا. بيبل نوت بروسيس، لاحظ ذا سكيل اوف ذا ديفلوبمنت تيم should be recognized and explicitly team member should be left to be developer either on way of working without perspective process. يعني هم بركزوا على التيم people مش على البروسيس او الخطوات. Explicitly the system requirement to change and also design the system to accommodate this change. يعني لاحظ بركز دائما بياخذ في اعتبار التغييرات وبعدل على هاي التغييرات. كمان عمليه اللي هي المينتنس، انت اوريدي لما بتسوي بتطلع اكثر من فيرجن بتشوف شو في تعديلات وتغييرات وبياخذها كمان في عين الاعتبار. اللي بيهمني في الاجايا ميثود ابليكابيليتي، لاحظ بركز على البرودكت ديفلوبمنت، بيركز على الكاستم سيستم، بيركز كمان فوكس ان سمول سيستم. هلا البرودكت ديفلوبمنت هون بيركز على الكومباني ديفلوبمنت، هون دائما يفضل استخدامه. يعني متى بنستخدم احنا الاجايا ميثود؟ لما بيكون عندي السيستم سمول اور ميديوم. يعني برايك هل انا بقدر استخدم اسوي تطوير للنظام او شيء في حال يكون عندي هيوج سيستم؟ ما بقدر استخدم الاجاي. ليش؟ لما بيكون عندك نظام كبير ما بتقدر تسوي فيرجن 1 وفيرجن 2 و3 منه. هذا يستخدم لاحظ في التطوير لما بيكون في عندك كومباني او بزنس او سوفت وير سمول او ميديوم سايز. اوكي، الكاستم سيستم ديفلوبمنت within an organization where there is clear comment from the customer to become involved in the development. هذا حكينا عنه، الكاستم هون اللي هم كانوا ستيك هولدر ولا غيرهم، هم بيكونوا معنا في النظام وبصير التعاون معهم. ليش؟ وفي التطوير بيكونوا جزء معنا. لسبب، لانه اي كل في كل سنه بدنا نطلعه بيكون في الكاستم ناخذ منه فيدباك وبناء عليه بيعطينا هاي التعديلات او التغييرات. لاحظ مره ثانيه because of this focus in a small أو tight integration team لازم يكون الأنظمة صغيرة، فبالتالي team بيكون عليه خلينا نقول الجزء الكبير، ولازم يكون هذا team لاحظ tightly integrated، يعني لأنه بيعتمد على team نفسه. فبالتالي هذا team لازم يكون، يعني team اللي بده يشتغل على هذا النظام لازم يكون متجانس. شو معنى متجانس؟ ما يكون مثلا غير متوافق، بالتالي بترتب عليه في استخدام الاجايل ميثود، مع يعني انه بترتب عليه بعض مشاكل كثيره. بعض المشاكل اللي بتواجهنا اذا استخدمنا الاجايل ميثود، it can difficult to keep the interest of customer. لاحظ من المشاكل اللي بتواجهنا انه الانترست اوف كاستمر، اهتمامات الكاستمر، ما بقدر يعني كل ساعة مثلا والله بدي أغير، والله بدي أعدل، والله بدي، يعني أنت فهمت شو بقصد فيه؟ يعني الكاستمر اهتماماته دائما متزايدة ومتغيرة. فبالتالي من المشاكل بتواجهنا في الأجايا ميثود إنه بده دائما الكاستمر يغير ويعدل ويسوي. هذا كمان يعتبر مشكلة بحد أساسها، لأن أنت والله بنيت بعد شوي والله بقول لك غير كذا وسوي كذا، هاي بترتب عليها مشكلة. كمان التيم ممبر بشوي حكينا عنها may be unsuited to this intense environment to characterize agile method. إذا لاحظ ما كان متجانس التيم، هذا بترتب عليه مشاكل في خلينا نقول كبرمجية أو باستخدام اللي هي الميثود agile. البريوريتيستينج change can be difficult when there are multiple stakeholders. يعني لا انسى انه والله اهتماماته لما بيكون عندك ملتي اكثر من ستيك هولدر مسؤول عن النظام وكل واحد اولوياته، البريوريتيستينج تشينج، هاي الاولويه في بعض الستيك هولدر بقول لك لا هاي الاولويه اهم. هذه كلها كمان بتاثر او من المشاكل بتواجهنا في الاجايا ميثود.
عملية المينتنين سمبلي ريكواير اكسترا وورك، يعني عملية المينتنس والشغلات هاي كمان بترتب عليه اكسترا وجهد اكثر لانه بناء على تغيير الريكويرمنت. الكونتراكت مي بي بروبلم وذ سش ابروش تو الترناتيف ديفلوبمنت، كمان انه عملية الالتريشن او انه اكثر من فيرجن في اي حد ذاتها بتكون يعني عملية كونتراكت بده يكون بناء على كونتراكت. بيجي انت بقول والله مطلوب منك 1 2 3 4 فبتطلع الفيرجن الاولى مش مزبوط في الكونتراكت، بتطلع فيرجن ثاني وثالثه، هذا بحد ذاته بترتب عليه يعني بعض المشاكل في استخدام الاجايا ميثود. اوكي، هذا اعطى لمحه سريعه عن المشاكل، اعطى على الابليكابيليتي تبعتها، وضح لك شو بعض البرنسيبل في الاجايا ميثود. هاي الامور بشكل عام. هلا احنا اللي بيهمنا اكثر بدنا نقارن ما بين اجايا ميثود والسوفت وير مينتز بشكل عام، وبنركز اكثر اللي بيهمني اكثر هي المقارنه ما بين البلان دريفن اللي اخذناه سابقا مع الاجايا ديفلوبمنت. لاحظ هون اجايا ميثود اند سوفت وير مينتنس ذا موست اورجانيزيشن سبيند مور on maintenance an existing software than you are a new software. يعني كثير من المؤسسات لاحظ عملية صيانة النظام بتحط عليه لاحظ بدل ما يسوي new software development. يعني بيكون if agile method are to be successfully they have to be support maintenance as well as original development. يعني لاحظ انه الاجايا هي يعني بتلاحظ انه فيها جاي نوع من انواع المينتنس. ليش؟ انت اول ما بتطلع الفيرجن الاول او السيريال نمبر 1 بتورجيه للستيك هولدر وبصير يعدل عليه، هو نوع من انواع المينتنس، كانك سويت صيانه له، فكانك انت ايش بتطور عليه بتغير فيه. واضح الفكره؟ اللي هي ار سيستم ذات ار ديفلوبمنت يوزنج ذا اجايا ابروش can be agile method be used as effective evaluation system in response to customer change request. يعني احنا مفهوم الاجايا ميثود هو جاي مفهوم عمليه المينت، هو في اوريدي مينتنس. ليش؟ جاي ما حكينا قبل شوي طلعت الفيرجن الاول سويت عليه اخذت السبيسيفيكيشن ديزاين الامبلمنتيشن سويت له ايفالويشن اعطاك بناء على الكاستمر تشينج ريكويست، حكينا هي نقطه كثير مهمه، بترجع بتسوي فيرجن ثاني وهكذا. وضحت الفكره؟ اي استفسار لهون يا شباب؟ في اي استفسار؟ طيب نكمل. هلا هون عمل مقارنه ما بين البلان دريفن اند اجايل ديفلوبمنت. بلان دريفن اخذناها سابقا ولاحظ شو بقول لك. بلان دريفن ابروش The software engineering is based around separated development stage. يعني بيعتمد، حكينا سابقا في البلان دريفن انه بيعتمد على مراحل stage، كل مرحلة منفصلة تماما عن المرحلة اللي بعديها. يعني بالعربي فيش تداخل بين المراحل، يعني تيجي على مرحلة الريكويرمنت بس يخلص بتروح مرحلة ايش؟ الديزاين، بيخلص بروح لمرحلة الامبلمنتيشن، بيخلص بروح لمرحلة تستنج، ما في تداخل بينهم. لاحظ عشان هيك بقول لك بيعتمد بيز اراوند سيبريتد ديفلوبمنت ستيج وذين ذا اوتبوت تو بي برودكت از ايتش اوف ذيس ستيج بلان ان ادفانس نوت نيسيري. لاحظ مثل ووتر فور موديل او بلان دريفن الانكريمنتال ديفلوبمنت از بوسيبل. الالتريشن كيوز وذين ذا اكتيفيتي، يعني شو معنى الالتريشن؟ يعني بيضلوا في الريكويرمنت، بيضلوا في الريكويرمنت لما يخلص الريكويرمنت. يعني ممكن اخذها هو شو مجموعه من الريكويرمنت بعد رجع اخذ مجموعه من الريكويرمنت، يعني بصير عمليه زي الالتريشن وذن ذا اكتيفيتي، يعني ضمن النشاط، ضمن خلينا نقول الستيج، ضمن المرحله نفسها. طب خلينا نقارنه مع الاجاي ديفلوبمنت، وهلا حنروح على الرسمه بتوضح لنا اياها اكثر. لاحظ في عندي specification, design, implementation and testing are interleaved متداخلات. لاحظ الفرق انه هاي المراحل او هاي الستيج في البلان دريفن separated
في الاجايا ميثود لا، هاي المراحل المتداخله، يعني السبيسيفيكيشن بروح للديزاين، ديزاين ممكن يرجع للسبيسيفيكيشن، بعدين برجع بروح على الديزاين على الامبلمنتيشن والتستنج وهكذا. And the output from the development process are decided through the process of migration during the software development process. يعني لاحظ لما بوصل للمخرجه بيكون صار اخذ وعطى، يعني كيف يعني بنتقل مثلا بروح، خلينا نشوفها اوضح اكثر، تعال شوف من خلال الرسمه هاي، هيا خلينا نكبر لكم اياها شوي. هاي الرسمه الاولى هاي البلان دريفن. الرسمه الثانيه لا، هون ايش؟ الاجاي ميثود. لاحظ ريكوايرمنت، بس يخلص الريكوايرمنت بنتقل لمرحله اللي بعديها. بيطلع عندي ريكوايرمنت سبيسيفيكيشن، بعدين بروح لاحظ فيش تداخل ما بين الريكوايرمنت وما بين الديزاين. مش هون هاي المرحله، بس جوا المرحله ممكن يكون التريشن، يعني ياخذ اول شيء مجموعه ريكوايرمنت، بعدين يرجع يزيد الريكوايرمنت، يعني الالتريشن بضل جواها. هلا لاحظ اي تعديل برجع مره على الريكويرمنت، بس لاحظ ما في يعني خذ واعطي بينهم. لاحظ هون في الاجايا ميثود لو اجينا على الريكويرمنت او الديزاين حتلاحظ الريكويرمنت له، لاحظ هون اذا بتلاحظوا انترليف تداخل، هاي البروسيس لها علاقه بروسيس، هون لا، هاي البروسيس طلع منها دوكيومنت اسمه ريكويرمنت سبيسيفيكيشن. خلص هاي الريكويرمنت سبيسيفيكيشن مين بياخذها؟ مين بياخذها؟ شباب مصحصحين ولا يمين؟ معك دكتور. معك على الشاشه. لاحظ الدائره بروسيس، هاي عمليه اكتيفيتي ستيج، وهي ستيج. هون لاحظ في تداخل بين الستيج. يعني الريكويرمنت بروح بتعامل مع الديزاين مباشره، الديزاين برجع بتعامل مع، هون لا. هون الريكويرمنت خلصت هاي البروسيس، طلع منها ايش؟ ريكويرمنت سبيسيفيكيشن. الديزاين بيستلم هاي الريكويرمنت بيشتغل عليها، هل له علاقه بالريكويرمنت هون؟ لا. كل الله كل مرحله كل بروسيس مختلفه، ما لها تداخل هون، هذا وين؟ في البلان دريفن ميثود. اما الاجاي ميثود لا، هنالك تداخل ما بين كل ستيجز. اساسا الريكويرمنت بيعطي الديزاين، الديزاين بيرجع الريكويرمنت بيعطي مثلا التستنج وهذا وهكذا. وضحت الصورة؟ هلا ليش الشركات كثير يعني حاليا بفضلوا انه نستخدم مفهوم الاجاي ميثود؟ بالسبب الرئيسي انه بالاجاي ميثود لاحظ انت بتعمل على تطوير ايش؟ تطوير بشكل سريع. اما في البلان دريفن ما عندك، بلان دريفن بدك تستنى، خلص الريكويرمنت راح للتصميم، خلص تصميم راح للامبلمنتيشن، خلص امبلمنتيشن تستنج. بيجي الستيك هولدر في الاخر بيسوي تيستنج وبيشوفه ممكن ما عجبه شو بده، يرجع مره ثانيه لمين؟ للريكويرمنت، يرجع عدل. هون الكوست، يعني اعطيك مثال، تيجي واحد مثلا بده مثلا يصمم بيت، او مثلا خلينا بده يصمم غرفه نوم مثلا، بيمكن يجي يصمم، يعطيك تصميم مبدئي بروتوتايب ورجيك اياه، تقول له والله انت مش تقول له عدل زيه. في فرق بين ما تعطيه انت الريكويرمنت تبعتك ويجي لما يجي يسلمك في النهايه بعد ما صمم ودهن وخلص كل شيء، مين بيكون كوست التعديل اعلى؟ مين بيكون اعلى؟ الكوست بيكون اعلى، لانه ممكن مثلا الشخص اللي مثلا بده يبني يسوي غرفه نوم او شيء، ممكن يكون ايش؟ والله الريكويرمنت غير، والله بدي مثلا حزام مريب خارجيه وبدي كذا، طب ما انت خلصت. في الاجاي لا، ممكن يحط لك مثلا يبني الهيكل بشكل عام، يجي يورجيك اياه يقول لك ها، واضح؟ فهلا بالنسبه للكستمر بالاخر شاف منتج سريع، ما استنى والله بعد شهرين لما خلص المنتج بشكل ايش؟ كامل. وضحت الصوره يا شباب؟ هلا هون في بعض التكنيكال هيومن اورجانيزيشن ايشيو موست بروجكت انكلود اليمنت اوف بلان دريفن اند اجاي بروسيس. It is important to have very detailed specification. يعني لاحظ مثلا بالاجاي بالبلان دريفن انت بالبدايه انت بحاجه ل more detailed specification عشان الديزاين والامبلمنتيشن في البلان دريفن. وحتى كمان في الانكريمنتال ستيج we are deliver our software customer and get
رابيد اوف فيدباك فروم الانكريمنتال. لاحظ بيجي بيعطي جاي قريب على مين؟ على الاجاي. كيف؟ انه ببني جاي جزء بسيط بسوي منه بروتوتايب بشوفه اذا في اي تعديل برجع بيكمل وهكذا. باللارج سيستم لاحظ هاو لارج از ذا سيستم ذات از بيجن ديفلوبمنت. اجاي ميثود ار موست افكتيف وذن ذا سيستم كان بي ديفلوبر وذ ذا سمول او بسموه كور لوكيتد تيم. يعني الأنظمة الكبيرة ما بقدرش تعمل مع فيها من الأجايا سيستم. بعض الأشياء مثلا what type of the system being development plan driven بقارن بينهم. What is the expected system lifetime long time what technical. يعني بعض المسائل ما بتمنيش كتير هون. أوكي بس يعني هدول بعض خلينا نقول المسائل بتهم في الهيومن والتكنيكال اللي بتخص مقارنه بين الاجاي اند البلان دريفن. النقطه الثالثه اللي نتكلم عليها اذا حكينا عن الاجاي ميثود قارنا ما بين الاجاي والبلان دريفن نتكلم عن شيء بسموه اكستريم بروجرامينج اختصاره اكس بي. دائما تذكر ويندوز اكس بي تذكرها اكستريم بروجرامينج. الاكستريم من اسمه اكستريم. شو معنى اكستريم؟ ها شباب سمعيني يا شباب ولا انا بواد؟ اه معاك دكتور كويس ولا مصحصحين يعني؟ سامعينك دكتور. بقدر افتح مايك عشان الصوت عندي. اوكي واحد بس يرد يعني مش كلكم تردوا. هلا الاكستريم هو مفهوم نفسه اليوز بيستخدم الاكستريم بروجرامينج هو مفهوم بيستخدم اليوز اجاي ميثود. هاي اول نقطه. بيعتمد الاكستريم على نيو فيرجن مي بي بيلت سيفرال تايم بير دي. اذا مفهوم الالتيرناتيف ديفلوبمنت. اذا مين اللي بيبني اكثر من فيرجن؟ نفس مفهوم الاجاي. بيستخدم مفهوم الانكريمنتال ار ديفلوبمنت كاستمر افري 2 ويكس. All tests must be run for every build and be built on only acceptable if this running successfully. يعني إذا بتلاحظ مفهوم الاكستريمينج الاكس بي بسموه بشرع مفهوم الاجاي بيطلع منه أكثر من فيرجن. في مفهوم الانكريمنتال تبني مجموعة بترجع بتاخذ بتطور عليها وبتزيد بتزيد بتزيد. هذا مفهوم. لاحظ الفيرجن ممكن في نفس اليوم تطلع انت من فيرجن من البرنامج او البروجكت تبعك. التستنج بتسوي لكل ما بنتقل لاش كل شيء بيتم بناءه بيتم عليه التستنج له واذا اشتغل صحيح بيكمل. واضح الفكره؟ هذا بسموه الاكستريم بروجرامينج. هلا ناخذ التفاصيل. هون قارن ما بين الاكس بي ان اجاي برنسبل. هلا انت احنا الفكرة الرئيسية انه بناء النظام بشكل سريع اللي هو الاجاي قارناه مع بلان دريفن وهلا بدنا نرجع نقارنه مع مين؟ الاكستريم بروجرامينج. لما بنقارن نقول incremental development is supported through small frequency system release. يعني بكون اكثر من release كل واحد small لهم. الكاستم involve full time customer ايش؟ engage with the team. يعني بيكون خلينا نقول مندوب عن النظام. يعني مثلا بنسوي مثلا نظام لجامعة جرش بيكون موظف من جامعة جرش الكاستمر تبعي بيكون معي انفولف في كل فول تايم. يعني دائما بيكون معي والله عشان نشوف اول باول. بيبل نوت بروسيس ثرو ذا بير بروجرامينج كولكتيف اونرشيب اند بروسيس ذات افويد لونج وركينج اور. لاحظ كمان change supported through regular system release. يعني بيدعم التغييرات requirement. كمان في الاكس بي ال maintaining simplicity through the constant reflecting of the code. يعني لاحظ نفس مبادئ ومفاهيم الاجايا principle او method موجودة في الاكستريم. انه بيتقبل عملية ال maintaining changing requirement بيخده بعين الاعتبار. بركزش على البروسيس بركز على
اللي هي الاونر شيب، وعشان ما يصير عمل زياده الكاستمر انفولف، الستوك هولدر بيكونوا معي طول الوقت، انكرج وذ ذا تيم، يكونوا جزء من التيم. كمان تنساش اهم شيء انه بيطلع منه اكثر، انه من تم تطبيق السيستم بتبدا بشيء بسيط وبيصير عليه انكريمنتال وزياده بناء على الريكويرمنت الموجوده. هاي مراحل الاكستريم، لاحظ يبدا، خلينا نكبر الشاشه، سلكت يوزر ستوري فور ذس ريليس. طب شو الستوري؟ هلا انت الاصل بيكون عندك في الاكس بي، هلا الاكس بي عباره عن سايكل زي ما انتم شايفينها، شايفين بيجي بياخذ مجموعه من الريكويرمنت اليوزر ستوري. مثلا بيجي اليوزر بقول لك بدي بدي بدي، بقسمه لمجموعه من شيء بسميه ستوري، بياخذها بقسمهم بريك داون ستوري تو تاسك، بحط بلان لها، بسوي ديفلوبمنت انتجريشن تيستينج ريليس، بيسوي ايفالويت، بياخذ نيكست ستوري، وهكذا بضل سايكل لما يخلص النظام بشكل كامل. وضحت الصوره؟ يعني الريكويرمنت او السبيسيفيكيشن بقسمهم على شكل ستوريز، كل ستوري بقسمها لتاسك. هذا وين؟ في الاكستريم بروجرامينج الاكس بي. بعدين كل تاسك بحط لها بلان، بسوي لها ديفلوبمنت انتجريشن تيستينج، بطلع منها ريليس، بسوي ايفالويت لها، برجع مره ثانيه، وهكذا. فهي عباره عن ايش؟ عن سايكل. هاي السايكل بتضلها شغاله حتى يوصل لفاينل ريليس. بس لاحظوا في كل تاسك بتم عليها بلانينج ديفلوبمنت انتجريشن وتيست، ما بستنى تيست لنهايه ايش البروجكت. عشان هيك لما بنشوي قلنا لك كل مره بسوي عليها تيست ما بنتقل، بطلع منها الريليس. اذا التستنج ما عطل سكسفولي بطلع منها الريليس سوفت وير، بروح بسوي لي ايفالويت للنظام من خلال الستيك هولدر او الكاستمر اللي بناء على اوكي، اذا اوكي بكمل الصور اللي بعديها، وهكذا. هتلاحظ هلا هون في السلايدات اللي بعديها بعض البراكتس، مثلا البير بروجرامينج، الكولكتيف اونر شيب، الكونتينوس انتجريشن، اوكي، الوان سايت كاستمر، هاي بعض المبادئ فيها الموجوده. اوكي يا شباب، واضح الامور في الاكس بي لسه ما خلصناها. هلا هون بده يجي يوخو، مثلا انت بتقول مجموعه من السيريز او السيناريوز، ريكويرمنت سيناريو، كاستمر اور يوزر از ا بارت اوف ذا اكس بي تيم، اكيد زي ما حكينا قبل شوي. يوزر ريكويرمنت ار اكسبريسز تو سيناريوز اور يوزر ستوري، كل ستوري بيسويها مجموعه من التاسك. هاي التاسك بتنحط لها جاي بلاننج يعني سكادجول، نحسب الكوست تبعتها. كاستمر تشوز ذا ستوري، بيبدا بيختار شو الاولويات، بدي ابدا في الستوري الاولى، بطلع منها ريليس حسب الاولويه، بسوي سكادجول واستيميشن وبضل شغال حتى يطلع. هذا بسموه الستوري. يعني من هون اللي بيعطيك هون من هون للنهايه بيعطيك جاي امثله. يعني مثلا ماخذ هون ميديكيشن نظام، هاي مثلا عندي ستوري، هي هاي الستوري، هاي لاحظ قسمها لمجموعه من التاسك، تاسك 1 تاسك 2 تاسك 3. مثلا تشينج دوز اوف الفورمولات سيلكشن، الدوز تشيكينج، هاي عباره عن وان ستوري، الستوري الاولى تبعت الميديكيشن قسمها لمجموعه من التاسك. كل تاسك هلا بصير ممكن تغييرات على الستوري او شيء، اوكي، ممكن يصير ايش تغييرات. لاحظ الاكس هاي التغييرات ممكن بصير عمليه المينتنس لما بخلص الريليس الاول، فبالتالي بيقدر ياخذ التغييرات هاي بعين الاعتبار. اوكي
بنوقف لعند اللي هو ريفاكتورينج. اوكي واضح يا شباب؟ هذا الكلام كله موجود. اذا بدك كمان ترجع على الكتاب، هاي كتابنا اللي هو شابتر رقم 3 اللي هي صفحة 73، أي المحاور نفسه، شو الأجايا ميثود، البلان دريفن والإكستريم والأجايا بروجكت مانجمنت والسكيلينج، أيهم بلش يشرح، وهي الصور نفسه شو معنى الأجايا ميثود، تكلم عنهم مشروح، هاي البرنسبل أوف أجايا ميثود نفس اللي حكيناه، البلان دريفن ومقارنتها مع الأجايا ديفلوبمنت، أوكي الاكستريم بروغرامينج اللي حكينا عنه، اوكي بعض البرنسبل كمان، الستوري اللي حكينا عنه هاي المثال، وكيف تقسم لمجموعه من التاسك. بعديها بيجي مرحله التستينج، اوكي هم اخذ المثال ونشرحه كامل عشان تكون بالصوره، اوكي هاي ماخذ كل لعند هون هيو. اوكي في اي استفسار يا شباب؟ في كمان زي ما قلت لك على الموقع، بس خليني بس اخذ اول شيء حضور وغياب بعدين برجع. في عندي ما حدا يرد عشان انا مجدي النادي موجود. في عمر حكينا، مجدي، اسامه موجود، أسماء موجودة، وفي عنا صالح حكينا عنه، ومجدي علي موجود، وفي عنا محمد حسن ومهند، هاي مهند، وعندي محمد حسن، في عندي كمان حكينا عمر، زيد، عبادة، صالح، زكريا، اسماء، طلال، وتالا، اوكي هلا مش موجودين، نسيم، عبد الله ناهض، في جواد، مزيد، عبد الله الحريري موجود، مش موجود، محمود ابو عابد كمان مش موجود، محمد ايهاب مش موجود، أنس الخضرة مش موجود، حمزة مش موجود، بلال فيصل اليوم مش موجود كمان، والمؤمن بالله كثير غايبين اليوم. أنا شايف إنه 11 واحد بس طالع عندي 12، بس كانوا 17 قبل شوي. في حدا ما ناديت اسمه؟ طيب على الموقع، هاي موقعنا قبل ما ينتهي الوقت، ضايل دقيقة يعني، برجع بكرر هاي المحاضرات كلها بترتفع أول بأول اللي أنا بعطيها. الشباتر هايهم الثلاث، نزلت لك لسن 1، حنزل لك كمان واحد تاني، التكست بوكس هايو والسيليباس. أخذنا أول أسايمنت وطلبت منك في وظيفة تانية، إن شاء الله بكرة بنزل لك إياها. هلا هاي المحاضرات موجوده اوريدي، موجوده عن الاجاي والشغلات هاي كلهم نزلت لك اياها، واليوم كمان محاضره تقرا يعني تسمع مني ومن غيري. اوكي واضح شباب؟ الماده فيها حكي كثير، ما بتنفع من المواد اللي تدرسها يوم الامتحان، خاصه لما تعرفوا في الجامعه حيكون في نص 12. دكتور هسا الحفظ نقاط ولا شرح عام؟ انا ما حيكون اشرح واذكر عدد. نعم انا عاده ما انا نفسي ما بحفظ، حيكون مثلا مالتيبل تشويس، ممكن ترو فولس، شورت انسر. يعني انا اعطيك مثلا عن مثلا الميثود اللي بتاخذ بتقسم لمجموعه من السيري وبتاخذ كذا كذا، شو هي يعني كمصطلحات مثلا لازم تعرفهم، مثلا بلان دريفن، كاسماء بلان دريفن، اكستريم، هدول اللي اخذناهم تمام. بس يعني مثلا المراحل لازم تبقى مثلا في الووتر فور ابروش،
مرحلة الريكويرمنت، مرحلة الديزاين، هدول كأسماء هدول لازم تكون معروفة. بس ما أجي أقول لك والله عارفي الأجايا ميثود. أها تمام. كنا أعطيك التعريف وأقول لك هذا التعريف لم